مجموعة من الأخبار جد مهمة غادي ننقلوها لكم من هنا من العاصمة الاقتصادية ديال إسبانيا برشلونة والعالم المغربي يرفرف من قلب برشلونة كما تشاهدون. وهذا المنظر الرائع جينا نزوروا الأم كما عارفين اليوم العيد ديال الأم وجبنا لها الورود كما كتشاهدوا بلا ما تقولوا لنا عيد الأم حرام بالنسبة للأم فالأيام دائما أعياد ولكن ما فيها باس أننا نتفكرها بهذا الديتاي. أخبار ديال اليوم من هذا المكان الرائع والعالم المغربي يرفرف من قلب برشلونة إن لم تكن هناك معارضة من الكبرانات ما نعرف عندك يقولوا لنا من العالم المغربي برشلونة الخبر يعني مرة أخرى الكاف توافق على طلب غينيا والمنتخب الجزائري مجبر للسفر مرة أخرى إلى المغرب. غادي نشوفوا التفاصيل ديال هذا الخبر وهنا خبر كيعطي أمل فريق اتحاد العاصمة الجزائري والجماهير الجزائرية والإعلام الجزائري. الخبر كيقول هل يتغير منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية هناك قرار جديد من المحكمة. غادي نشوفوا هذا القرار والخبر الخطير اللي غادي نشاركوا معكم في هذا الفيديو وهو بسبب المملكة المغربية الشريفة سلطات الجزائر تسحب جواز سفر غاريدو وتضعه تحت الحراسة النظرية. هاد الناس ما عارفين غادي يوصلوا يعني كنظن واقيلا ما كاينش شي حاجة يعني اكثر من ان رئيس دولة يعني كيتكلم وكيتعامل مع الشعب ديالو بالحجر اذا ما فيها حتى شي حاجة ما غادي تجينا غريبة من دابا الفوق. المهم تفاصيل ديال هذا الخبر من بعد هذا الفاصل غير هو وقيل حتى انا غادي نرجع بحال عمي تبون الحجر اللي ما عملش اللايك الحجر الخوت لايكات ديالكم جد مهمه. كما قلتكم لابد ما نتهلاو في الوالدين ونمشيو للتفاصيل واللايكات والبارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء. شاركوا معكم هذه المجموعه ديال الاخبار الجد مهمه وقبل ما نمشيو للتفاصيل غادي نشاركوا معكم تحدي لساكنات مدينه بوجدور اللي يعني رسمات الخريطه ديال المملكه المغربيه يعني بواحد الشكل كبير وكبير بزاف وعلى يعني بالمصابيح الضوئيه يعني بالليل غادي يكون منظر خلاب خريطه المملكه المغربيه وهادشي هذا كله ردا على السلطات الجزائريه اللي يعني كيقولوا بلي المملكه المغربيه الشريفه بالخريطه ديال نهضه بركان مسوا لهم الوطنيه الجزائريه. شوفوا هذا الفيديو ونمشيو للتفاصيل. شوفوا على منظر شوفوا الرايه المغربيه ترفرف. شوفوا هذا الفيديو ونمشيو للتفاصيل ديال هذه المجموعه ديال الاخبار. نشرة تأخذنا إلى مدينة التحدي بوجدور وقد رفع التحدي بأكبر خريطة للمملكة فعلى تراب جماعة المسيد تم تشييد أكبر خريطة للمغرب باستعمال المصابيح الكهربائية. الحدث شهد حضور عدد كبير من المسؤولين والفعاليات المحلية. من بوجدور يحضر معنا السيد يونس حديبة عن جمعية فداء الوطن. أهلا بك أستاذ يونس. أهلا مرحبا وسهلا. إذا خريطة بهذا الحجم كيف جاءتكم هذه الفكرة؟ من طبيعة الحال الأخت شكرا على الاستضافة. الفكرة من طبيعة الحال جاتنا من مباشرة من بعد الأحداث اللي وقعت لي يعني مسات بالخريطة والتوابل ديال الوحدة ديالنا. إعطاء جمعية فداء الوطن إلا أن تشيد أكبر خارطة للمملكة المغربية من قلب الصحراء من مدينة بوجدور للرد على كل من خولت له نفسه المساس بالتوابت وتوابت وحدتنا الترابية من طبيعة الحال. ومن هنا كنقولوا من يعني مدينة بوجدور مدينة التحدي كنردوا يعني من المنطقة اللي كترم الجزائر انها يعني تدير لها واحد الحد ولا يعني تعزل على الصحراء ديالنا على بلادنا المغرب. حنا اليوم من قلب الصحراء كنشيدوا اكبر خارطة هدية لصاحب الجلالة يعني ومن طبيعة الحال يعني كنجددوا البيعة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. الخوت لابد يعني في هذا الفيديو نستغل هذه الفرصة باش نوريكم هذه اللوحة المعمارية المغربية 100% مدينة فاس كما كتشاهدوا قرب. شوف الجلسة مغربية لباس تقليدي مغربي أصيل الزليج المغربي كما كتشاهدوا وهذه اللوحة متواجدة عندنا هنا برشلونة كما كتشوفوا. كما كتشاهدوا خوتي المغاربة والجالية المغربية في كل مكان سلام الله عليكم وتحية طيبة للجميع ومرحبا بالجميع في هذا الفيديو اللي غادي نشاركه معكم
من قلب مدينة برشلونة، والراية ديال المملكة المغربية الشريفة ترفرف من قلب برشلونة. إن لم يكن هناك مانع عند الكبرانات، راكم عارفين كيتقلقوا على أي حاجة عندها علاقة بالمملكة المغربية الشريفة. إذن الخبر ديال اليوم وهو الكاف، الكاف مرة أخرى توافق على طلب غينيا، والمنتخب الجزائري مجبر للسفر مرة أخرى إلى المغرب. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف موافقته على طلب الاتحاد الغيني لكرة القدم لاستضافة مباراة منتخبهم الوطني ضد الجزائري في المغرب خلال شهر يونيو. كما عارفين فالإقصائيات ديال كأس العالم 2026 اللي غادي تكون بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، يعني المقابلات الإقصائيات الإقصائية غادي تكون في شهر يونيو. كما عارفين عدة دول إفريقية الملاعب ديالهم يعني فيها الأشغال، فهذه المنتخبات يختارون المغرب دائما، يعني لسبب ما يختارون المغرب بدلا من عدة دول إفريقية. وهذه القضية هذه الجامعة الجزائرية لكرة القدم والاتحاد الجزائري لكرة القدم كيرفض، يعني من كيقلبوا له المغرب كيرفض. هذه المرة الكاف وافق على أن الاتحاد الغيني يعني يلعب المقابلة ديالو أمام نظيره الجزائر في المغرب. إذن التفاصيل، وافق الكاف على إطار تصفية كأس العالم 26 الاتحاد الغيني لكرة القدم طلبا رسميا للكاف، ووافق مع اتفاقية التوأمة والتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وبناء على هذا الطلب أعطت السلطات المغربية موافقتها، ومن المرجح أن يتم اختيار ملعب هنا في كناء طم الكبرى، ملعب شيخ الغضب بمدينة العيون صاحبة عاصمة الصحراء المغربية. وهذه القضية هذه ما غاديش يتعجب الاتحاد الجزائري أو السلطات الجزائرية، ما غاديش يتعجبهم باللي المقابلة تجرى في ملعب شيخ الغضف بعاصمة الصحراء المغربية، وغادي تنوض بوليميكا جديدة، يعني بوليميكا من وراء بوليميكا هنا. وبناء على هذا الطلب أعطت السلطات المغربية موافقتها، ومن المرجح أن يتم اختيار ملعب شيخ الغضف في مدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية لاستضافة المباراة. وفيما يتعلق بالجانب الجزائري فقد تمت مراسلة الاتحاد الجزائري والقدم من قبل الكاف لإبلاغهم بموافقة السلطات المغربية على طلب غينيا للاعب في المغرب. هذا فيما يتعلق بالمقابلة اللي غادي يجريها غينيا أمام الجزائر. وهنا كاين صحيفة مصرية كتقول هل يتغير منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية؟ العنوان يفرح الجزائريين والاتحاد الجزائري وأنصار فريق اتحاد العاصمة. قرار جديد من المحكمة، كشفت مصادر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن قرار جديد من جانب المحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية اتحاد العاصمة الجزائري ونادي بركان بعد إلغاء مباراتي الفريقين في ذهاب وإياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية. وقال المصدر في تصريحات خاصة لصحيفة الوطن، المحكمة الرياضية طاس قررت تصنيف الملف ضمن، نفتحوا هذا المقال لأنه ما مكملش هنا، ومن بعد غادي يمشيو يعني الخبر المهم وهو حجز زواج السفر ديال المدرب الإسباني غاريندو. هنا نشوفوا تفاصيل أخرى فيما يتعلق بهذا الخبر، وشنو قالت الكاف فيما يتعلق. شوفوا هذا مبغاش يتحل دقيقة الخوت. نعم هنا قرر تصنيف الملف ضمن الملفات التي ستتبع الإجراءات العادية، وستحص بعد مباراة العودة النهائية التي ستقام في القاهرة يوم 19 مايو الجاري، أي أن الأمر أصبح مستحيلا أن يشهد أي تغيير، وسيظل نادي بركان هو منافس الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. إذن ليس هناك جديد، المقابلة ستجرى يوم 12 مايو بملعب البلدي بنهضة بركان بمدينة بركان، والإياب بالقاهرة ضد الزمالك. يعني اللي كيبيعوا لكم الوام فراه هنا تعرفوا باللي راه غير كيبيعوكم الوام، وهما يعني مدفوعين من النظام الجزائري بالي باش يعملوا لكم داك التنويم المغناطيسي. وهنا سلطات الجزائر تسحب جواز سفر غاريدو وتضعه تحت الحراسة النظرية. كما عارفين غاريدو قدم الاستقالة ديالو بسبب الأحداث ديال المقابلة ديال نهضة بركان، يعني السلطات الجزائرية دخلت في الموضوع ورفضت على أن فريق نهضة بركان يلعب بالقميص، فغاريدو كيشوف على أنه هذا مبرر، يعني بالدارجة ديالنا نقولوا ما عنده لا ساس لا راس،
ولهذا يعني هو شاف باللي يعني المسؤولين ديال الدوله كيدخلوا او كيدخلوا السياسه في الرياضه، فقرر على انه يقدم الاستقاله ديالو. وهنا الاتحاد الجزائري او فريق اتحاد العاصمه يعني ما قبلش الاستقاله ديالو وحجز على جواز سفره. نشوفوا كيفاش غادي تسالي هذه القضيه هذه. في اخر حماقات نظام الكبرانات فرنسا في الجزيره الشرقيه، وضع المدرب الاسباني كارلوس غاريدو المدرب السابق لاتحاد العاصمه تحت الحراسه النظريه بعد سحب جواز السفر بسبب ما قاله على المغرب. وكان يعني قال كلام جميل على المغرب، هضر على البنيه التحتيه ديال مدينه بركان، هضر على الملعب، على الملعب، هضر على الفنادق. فهذا الشيء ما عجبش يعني السلطات الجزائريه. وهنا على المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو يوم امس الخميس عن تقديم استقالته من تدريب فريق نادي اتحاد العاصمه الجزائري مباشره بعد توبيخه من المسؤولين الجزائريين على تصريحاته السابقه في حق المغرب. وعندما اراد المدرب الاسبق لرجاء والوداد مغادره الجزائر، اقدمت السلطات عن سحب جواز سفره الخاص به من اجل اخضاعه للتحقيق على خلفيه تصريحاته السابقه التي اتى فيها على المغرب. شو الحماقه ديال هاد الناس فين وصلت؟ يعني يوصل بهم الامر انهم يحزوا على جواز السفر ديالو يعني باش ما يخرجش من الجزائر بسبب تصريحاته الرائعه في المغرب، لانه سبق درب فريق الرجاء والوداد. وكذلك يعني شاف يعني المدرب دائما يتعاقد مع الفرق يعني للفوز بالالقاب. وهنا شاف باللي السلطات الجزائريه حرمته من اللقب يعني كان قريب وقريب بزاف، اذا هنا فقدم الاستقاله ديالو. الخوت كنظن الوقت ما نطولش عليكم بزاف، كما تشاهدون مره اخرى هاد الورود كما قلت لكم جبناها يعني الوالده وكنهديوها حتى لكم. وانتم ما تنساوش لايكات والبارتاج، تهلاونا في راسكم والسلام عليكم. ونخليكم مع هاد المناظر الرائعه من قلب مدينه برشلونه العاصمه الاقتصاديه اسبانيا. كما كتشاهدوا هذاك توري، هذيك لايتانا، عيشة لايتانا، هذاك اوتيل دبليو بي، وهذا الاوتيل اكبر حتى هو هنايا. وهذه الرايه المغربيه تورفرف من برشلونه. تهلاونا في راسكم والسلام عليكم.